Did you visit the temple? وايش تمبل انت تمردختنا هنا؟ السلام عليكم، معكم منذر من قناة Infinity Game، واليوم رجعنا لكم يا شباب بلعبة جديدة بصراحة يعني متشوق كثير، اسمه Hollow Knight. انا يعني لعبت اللعبة القديمة، طبعا هذه نسخة محسنة، فخلونا ما نكثر في الكلام يا شباب. متحمس بصراحة في اللي هذا اللعبة، طبعا نيو جيم، طبعا هي لعبة من نوع الـ 2D يا جماعة، هي لعبة ممتازة جدا اللي محبين الـ 2D، واللي لعب طبعا الدارك سولز راح يعجبه هذه اللعبة كثير، وانا متأكد يا ساري والله، يعني ما ودي أخرب لكم، لكن هذا اللعبة يتمركز يا جماعة في بعض من الأمور، مثل ما نعرف يعني أنك أنت تحتاج أنك تجمع على مهارات، وتحتاج أنك أنت تجمع على كوينز. طبعا اللعبة في البداية ما فيها خريطة، ولكن الخريطة شبه أنك أنت تقدر يعني تشتري كذا، فهمت؟ أبو حلو، alright. ما هذا العيون الغريبة؟ okay. الله الله الله، بدينا، الظاهر أننا بدينا يا سادة. طبعا هذا هو الهالو، يمشي وحيدا، حزين جدا. انه محارب قديم يا سادة، والله كيوت حبيبي والله. بابا هي طاح، هاتولي. طبعا حلو، alright. بدينا، بدأ المحارب يا جماعة. أنا عندي سؤال، ليش أغنية حزينة؟ ليش أغنية حزينة؟ أنا أذكر الجزء اللي طاف كان نوعا ما في البداية ممل. أوكي ترا أتاك، شوف هذا طبعا يعلموك اللقطات. اوكي طبعا انا في بدايه اللعبه جالس نجمع مثل ما ذكرتكم، نحتاج ان نحن نجمع. اوكي alright. شوفوا كيف، شوفوا هذا الكوينز اللي انا جالس اجمع هو الاشياء اللي نحن راح نحتاجها. طبعا في مهارات يا سادة، وهذا ما يميز هذا اللعبة، انه في مهارات يحتاج انك انت تاخذها عشان ايوه لحظة شوي، لحظة انا اطلق والله. اوكي او ماي جاد، وات از ذس؟ If you are alone, you're great. Make your most us focus on your soul and your shall activate factoring things other can only dream. شنو هذا؟ Hold دايرة. اوكي. يعني هذا تعليمات يا سادة. تعليمات راح تحتاج هاي. نفس هذا، اوه لحظة. اوه ماي جاد. أصابني بالضرر. أصابني بالضرر، إنه متوحش. أتاني الوحش. أوكي. طبعًا أنا لعبت دارك سول. إنزين، نفس النظام. بصراحة ما عجبني كثير كثر هذا اللعبة. ممتاز صراحة. لعبة جميلة، الكل عليها ان يعطي فرصة. اوكي
شفتوا الحركة هذه؟ ايه؟ لحظة لحظة شوية لحظة ما فهمت وش اللي علي اسوي. اها alright حلو alright. طبعا انا هنا في الظلمات. اوكي طبعا هنا نحن ما نعرف وين جالسين. نروح ولا لا. او ماي جاد او ماي جاد وات جاست هابن. عليك الاخضر الحيط والحذر. اخضر الحيط والخطر. اورايت طبعا في بدايه هذا الفيديو يا شباب مثل ما تشوفوا نحتاج انه نقرا الانستركشن. اوكي هير بينج ذيس ووردز ار فور يو اونلي بيوند ذيس بوينت يو انتر يور لاند كينج اوف ديفنس ستريب اكسس ذا 1000 باي ابن يور لاينز اورايت لاست اوف اكتيفيتنج كينجدوم اورايت. يعني هو مجرد نصائح لا اكثر ولكن راح تفيدك النصائح كثيرا وراح او ماي جاد او هو 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 شديد شديد الهالو هذا. اوكي بس وش الخطه يا شباب؟ انا متاكد اني بموت نرجع 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 alright. طبعا شوفوا هذا في البدايه كذا بيكون وضعه الوضع اللا خريطي. ماكو خريطه والله فانا راح اقازف قريته هذا. خلينا نشوف وش اللي راح يصير اذا قحمنا. اوه اوكي لازم تكون فيك روح الرياضيه يا شباب. الروح الرياضيه طبعا اكيد يتمشى في الوحدان في اغنيه حزينه جدا. اوه شيبه شنو هذا؟ يو لو نو تو جو بيس I'm afraid there's only me left. Offer welcome. Our town fallen quiet, you see. Yes. What's up, yo? The other residents, they are only dispersed, headed down that well, one by one into the cavern below. Ah, mashallah. Used to be there was a great kingdom. Huh? Breathe our town, its long fall to run, yet it still drums falak into the depth. الله عليك. Wealth glory, that darkness seems to promise all things. I am sure you took Sims drums down there. Alright. اوكي حبيبي. فهمت. يعني هذا الشيبة يقول يا سادة في هذا الأغنية الحزينة يقول إنه لم يتبقى أي هالو فكان المتوقع أن هو كان وحده وحيدا وحيدا. For all your mapping sapling will be opening soon. هذا هو المكان اللي تشتري فيه الخريطة. يس هذا المكان اللي مشتري فيه الخريطة يا سدع. اوب وات هابن وات او ماي جاد. طبعا في بداية هذه اللعبة ذكرت معلومة ألا وهو من المهم والأهم انك انت تجمع ال نسيت وش يسموه هذا المهارات. المهارات يا سادة المهارات. شوفوا هذا اللي جالس اخذ الحين مش مهم كثر المهارات فخلونا نجمع مهارات بعدين نجمع هذا. طبعا كوينز يعتبر اتوقع فلوس. شوفوا هذا اللي 27 هذا هو الفلوس هذا اللي نحتاج انه نحن نجمعه. طبعا هنا في خواطر اوكي
اوكي دخلنا في مكان. It seems it's like what is it? Hello there. How definitely full it to meet other traveler on those forgotten roads. الله. إنه شوارع المنسية. ويقول إنه مدى سعادتي في ملاقاة. You are a short one but you have a strong look but يعني يقول أنت small صغير الحجم ولكن وجهك يبين أنك محارب لك 300. I am quickly have something of an opportunity with your handshirt please. This kingdom hold many fanatically mysteries and one of the most intriguing them is standing right before us. يقول فاهمين والله. A great strong egg lying in our acting kingdom and this egg is it warm. Give us a unique air. والله انا صراحه متشوق اني اشوف هذا الكينغدوم لان هذا مدح لي اياه واجد يعني فهمتوا كيف مدح لي اياه يعني مدح لي زي الفول والله يا عم يا عم الحق انا فين انا مين اوكي يعني هذا المكان بس تاخذ نصايح يا شباب النصيحه ان شاء الله استفدتوا منها ما في شيء هنا طبعا هذا الشباب لا تودروا اي صنم قد يكون هناك possibility طبعا انا ما ودي اقتل هذا الحيوانات الاليفه والله انا بالعكس انا احبهم لا انا صح قلت اني احبك لا وحيد القرن وحيد القرن اوه وحيد القرن عنده واجد فلوس بيجر باب بيجر باب وحيد القرن كبير فلوس يلقونني بالحجارة يلقونني بالحجارة يا سادة وأنا غير سوى هولو هولو of the oh what what job this is the boss oh my god تحولت انقتلت انذبحت أتاني بي هذا الشيبة فقال لي لسن واستمع والله العظيم عصبت بي هذا الشيبة رجعوني إلى الستارت تايتر بوينت يعني هذاك هو البوس أوكي أنا أحب التحدي أحب التحدي أحب التحدي يلا هذاك البوز قد بدأ في النرفزة نرفزني أوي وينك تعال علي هاتولي الكلب ده وينه Where are you Please come Please فهمت يعني المفروض اني ما اتضرر او ماي جاد عرفت له يا شباب عرفت له انا اتي عرفت يعني بامكانك انك انت تعصب 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 تحصل حياه والله ما يعني ما ودي اخب اوه هذا مكان اللي انا مت فيه اوكي شوف بعصب بحصل حياة او ماي جاد لا حول الله شديد هذا البوس شديد نو لحظة كيف عصب نرفزه ويو
طلع. ها لا 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 اوف 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 نوش او ماي جاد. والله رجعوني عند هذا الشيبة. وش اسوي يا الشيبة؟ نهارتو did you visit the temple؟ وش تمبل انت تمردختنا هنا؟ حتى شوفوا حتى روحي حتى روحي وش تسوي؟ تعال يا اخي انا قعمت يا معفن. واو يا قربوع. يس يس حققنا الحلم. دوك دوك ضايق قبلي. اوه 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 فرحان الدودة. وين دخل الداخل يا سادة؟ كيف انزل؟ كيف انزل؟ الدودة وش كان المفروض اسوي له؟ هل هو الكوينز؟ اتوقع الكوينز هو اللي يخليك تعصب وتعبي. اشوف سوي. مش الكوينز، هذا الليكويد السائل، هذا السائل هو اللي يخليك تعصب وتعبي هيلث مالك ويكون انك قوي. والله هذا اللعبة يخليني يعني اركز في اللعبة اكثر بصراحة. لعبة بسيطة ولكنها صعب، وهذا ما يجعلني اركز في اللعبة اكثر يا سادة. هذا ما يجعل لي مسيطرا في كل الاحوال. شوفوا كيف صرت شديد. لن يهزمني هذا الطرطور. انني باستطاعتي ان اكون قويا. هذا المكان انا ما جيت صح؟ اوكي. هذا المكان ما جيت يا سادة. فالظاهر اني انا بكتشف مكان جديد. واو وات ا وندرفول بليس. طيب شباب بصراحة يعني استمتعت كثير في هذه اللعبة. الى هنا انهي حلقتي لهذا اليوم وهذا الفيديو. اتمنى انه عجبك. اضغط لايك، سوي سبسكرايب، واذا ما مشارك شارك يا اخي، ما فيها شيء. الى ان نلتقي في حلقات ثانية. سلام.